مجدداً يعود جبل النفايات في صيدا إلى الواجهة بعدما باتت تئن من وحشية المجازر البيئية التي يخلفها نتيجة تلويثه لمناخها ولمياه بحرها ولثروتها البحرية ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك التي تطفو على سطح المياه جنباً إلى جنب مع بقع النفايات التي تغطي أجزاء كبيرة من البحر. وما زاد الطين بلة أن الشركة المتعهدة معالجة نفايات الجبل الذي بات شاهقاً ويحجب الرؤية من خلفه ساهمت في مضاعفة المفاعيل السلبية للجبل بعدما سلكت السبيل الأسهل والأربح لها، فقامت بجرف النفايات ورميها في البحر وردم نطاق السنسول البحري بها من دون أي معالجة لها خلافا لشروط عقد الالتزام، على أن المكب لا ينغص على صيادي الأسماك كسب قوت يومهم وحسب، بل وينغص على الصيدويين حياتهم نتيجة الأوبئة والأمراض التي قد يتسبب بها والروائح الكريهة المنبعثة منه، ونتيجة خشيتهم من تكرار مأساة مكب النورماندي في بيروت، لا سيما أن المتعهد ضعف في الأيام الأخيرة من كمية النفايات التي تولت نقلها ورميها في البحر 4 جرافات كبيرة و3 شاحنات مخصصة للنقل الخارجي تعمل على مدى ساعات النهار من 6 صباحا ولغاية 7 مساء.